احنا المصريين نموت في الهيصه والاحتفالات والعزومات والهدايا، وعلشان يبقى فيه هدايا لازم يبقى فيه مناسبه، لو مفيش مناسبه نفتكس مناسبه، هي كيمياء. علشان كده ما تلاقيش عندنا شهر يعدي الا لو في مناسبه او اتنين او سته. الفرعون المصري جاهز دائما للاحتفال، لو اتزنقنا قوي ما لقيناش مناسبه رسميه نعمل احنا مناسباتنا على ايدنا بنفسنا، احنا صغيرين هنعمل مناسبه، اي مناسبه عائليه كده صغيره، ونزيد نطهر عيل، نقبض جمعيه، نجهز بنت، احنا بنعمل حفله للتنجيد يا راجل، بنحتفل بالمراتب والمخدات. في تلاكيك اكتر من كده؟ من ايام قدماء المصريين اجدادنا كانوا بيحتفلوا بعيد الفيضان، يلا النيل علي، الدنيا غرقت، زفاليط، طين للركب، الشوارع برك وحمامات سباحه وجو مش ظريف، يلا بول بارتي، فاهم؟ عيد وفاء النيل. عيد وفاء النيل ده تحس انه اصلا واحد فرعوني كان عايز يغرق مراته يخلص منها، فاستعبط وعمل الفيلم ده، قال يعني قربان وتودد وعرفان والجو ده. بص يا عم النيل والله ما تغلى عليك، يلا وفاء، هوبا النيل هيزعل، هوبا وفاء يلا النطه فين حلوه، يلا ها دي هديه مني ليك يا نيل، انت سكره، خلص منها. وقال يعني لو ما عملوش الاحتفال ده في نفس الميعاد كل سنه النيل هيقفش ومش هيرضى يفيد. عيل قوي النيل ده، قفش للدرجه دي يعني؟ مستني وفاء عشان يفيد؟ مش معقول. وهو دلوقتي ما بنرميش وفاء بس بنرمي حمير ومواعين ودواليب، فين الوفاء بقى؟ فين؟ احنا مناسباتنا قديمه واصيله وليها بعد تاريخي، علشان كده تلاقينا ما نحتفلش بالساهل. طبعا جواز مثلا نعمل فرح ونحتفل بيه مره زي بقيه العالم مستحيل، فشر، دي ليله كبيره يا معلم. جواز يعني الاتي: حفله تعارف، حفله قرايه فاتحه، حفله خطوبه، حفله شبكه تحب تضيف، حفله كتب كتاب، حفله التنجيد العجيبه ياها اللي حكيت لك عنها، حفله فرش البيت، حفله حنه، واخيرا الفرح او حفل الزفاف. لا الموضوع عندنا كبير مش هزار، جواز يا معلم، ده اهم من ماتش غانا. وساعات الاهل بياخدوا هدايا واكل وكحك وزياره وبيروحوا يحتفلوا في الصباحيه كمان، افترى عملوا حفله بعد الحفله. بمناسبه الكحك، عيد الفطر، عيد الجميل بتاعنا بصومنا وبتاع، احنا كمصريين بقى سميناه عيد الكحك، اختزال مسطح وطفص. تتحول كل الهدايا في الوقت ده لعلب كرتون منقرشه جواها كميه سكر بودره هتترمي غالبا لانها بتعيش في قعر العلبه من تحت، ولو ما جبتش يبقى عيبه. وكل الناس بتشتري لنفسها وبرضه بيهادوا بعض بكحك وغيبه وبتيفور وكميات مهدره من سكر البودره وهم عندهم جوه. عيد الاضحى احنا سميناه ايه؟ عيد الفته او عيد اللحمه، انتوا بتاكلوها ورديحي. الجدير بالذكر ان العيد الاضحى ده هو العيد الوحيد اللي مفروض انه رسميا فيه قبل منه وقفه، ليه؟ عشان في ناس في الحج بتبقى واقفه. مع ذلك احنا بعون الله عممنا التجربه والتجربه نجحت وما حصلش اي مشاكل، بقى عندنا وقفه العيد الصغير، وقفه العيد العمال، وقفه عيد تحرير طابا، وقفه الفالنتاين وغيرهم. تلاكيك اي مناسبه تيجي يبقى لنا هنا وقفه. في الاعياد الوطنيه دي بتبقى مرتبطه في وجداننا بالافلام العربي القديمه، ازاي؟ شغل بقى الذاكره معايا. ازاي بقى؟ عيد تحرير سيناء، الرصاصة لا تزال في جيبي. أيوة معروف. أيوة. 6 أكتوبر العمر لحظة. مجدأ مثلا. ثورة 23 يوليو دي إيه بقى؟ الأيدي الناعمة. وده بيلمس مع عيد العمال ساعات، يعني بيجيبوه هنا ويجيبوه هنا. عيد تحرير طابة بدور، والدراما المصرية غطت المنطقة دي بالكامل، هرستها جامد يعني، ما سابتش أي حاجة لخيالنا. أنا أول ما بسمع قصص اللي ضحوا من أجل الوطن، أول واحد بينط في دماغي الفنان محمود ياسين والنجمة نادية الجندي، خلاص ما بقاش عندي خيال، بشوف دول بخاف منهم. عندنا بقى شوية مناسبات اجتماعية على الماشي كده، زي عيد الأم اللي هو ماما بتبقى مش عايزه اي حاجه فيه غير هدياتها الحقيقيه اللي هي نجاحنا وتفوقنا وسعادتنا وغساله اطباق وطقم توابل واشاره، صح؟ كل سنه كده. شم النسيم، وده الهالوين المصري بقى، عيد الهلع بتاعنا. تحذيرات سنويه من ازدياد اعداد القتلى من الفسيخ، اخبار عن ضبط الكميات من الاسماك الفاسده، نصائح عن تفادي الموت بالتسمم في اليوم اللطيف ده، هلع سنوي، هالوين احنا. وما بنتوبش برضو، كل ده غير المناسبات الشخصيه بقى، اعياد الميلاد، الجواز، السبوع، التخرج، الافراح وغيرهم. وطبعا المناسبات كلها عندنا الحمد لله مربوطه بالاكل، ويبقى يومي اسود ومنيل لو نسيت مناسبه واحده من كل دول وما جبتش هديه في كل مناسبه من دول. طب بالذمه افتكر كل ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ بالمناسبه مولد النبي على الابواب، يعني حلاوه المولد، العروسه، الحصان، قرص الجبس الابيض اللي بيفضل لوحده في العلبه، بيعيش كده سنين بعد ما كله يخلص، تقريبا بقى بيعملوه بلاستيك دلوقتي عشان يبقى ديكور وخلاص. سلع معمره. هي عايشه معاك، بقت خامات تانيه، مش لازم تبقى سكر ولا حاجه. الاقراص دي انا بسميها خالعه الاسنان اللبنيه ومحطمه الاسنان الدائمه والقواطع، علشان ضيعت لي حاجات كتير في حياتي. قول لي صحيح ايه؟ مناسبة مولد النبي خير؟ معكش حاجة؟ أنا يعني كنت جايب حاجة على القد كده، بس ما تغلاش عليك يا أحمد حبيبي، معايا حتة كده عجب، لفيت مصر القديمة كلها من أبو سالم يا معلم. بالراحة يا أحمد، بالراحة بالراحة. إيه ده؟ دي فولية؟ أيوة يا ابن اللذينة. أيوة يا معلم بقى، تحت لسانك ودوق. بس دي غالية. استنى. إيه؟ حاجة كده تحت الحساب. بس يعني أحمد المشوار والعربية
معلش ان شاء الله هبقى اديك قدهم اول الشهر. طب بقول لك، مش عايز حته بسيمه تبلع بيها؟ بسيمه بسيمه ومين يقدر على البسيمه النهارده؟